اهلا بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جيت لكم بواحد الفيديو جديد. المهم صراحه مره كنغبر، ولكن راني حاضره ما تخافوش. المهم كيف قلت لكم، فيديو جديد اليوم ان شاء الله. كيف قلت لكم في الفيديو اللي قبل، هو اني باغا نتحول، وحاليا جا وقت التحويل. يعني دابا خصني نشمر على دراعاتي، وخصني نوض نجمع روينتي لانه ما بقاش ليا بزاف صراحه. خصني كيف تعرفوا، اي واحد خصو يجمع رحيله، خصو باش كيبدا خصو الكراتن. اول حاجه جيت درت هو انني جيت لهنايا للهوم ديبو. كيف كتعرفوا هوم ديبو هو فيه كل شيء. وصراحه الفيديو شويه كنت مصوره قبل، لانه غتشوفوا داكشي ديال الهالوين. يعني صورته تقريبا في شهر 10، الاخر ديال 10 فين تحولت انا، ولكن يلاه يلاه ساليت باش ندير المونتاج وداكشي. راكم عارفين مع تمره ديال الرحيل ما كتقعداش، وعاد الواحد كيكون كنت مريضه شي شويه. يعني صراحه كانت فريمون كانت تمارة صعيبه، وعاد ما عندك وليدات جوج ديال الصغار راكم عارفين. المهم كي قلت لكم، راه الوقيته فاش صورت كان باقي الهالوين، وهانتوما كتشوفوا القرعه كيمشرشمه في السطور. هاد القرعه كتولي عم مشرشمه في السطورات في الهالوين، وداكشي ديال داكشي عندهم ديال الخليع، وداك التخربيق بحال لي سكوليت وكلشي كلشي صراحه. داكشي حتى من ولدي مسكين تخلى واحد الخلعه من واحد بحال هادو، وقيله يمكن بحال السكوليت، وقيله بدات كتحرك وبدا يغوت تخلع. المهم هنا جيت للهوم ديبو باش ناخذ الكراتون داكشي، وكنت باغي نوريكم. مي صراحه ولدي كان كيبكي بزاف، صافي وما قدرتش نصور لكم. المهم راه البلاصه ديال الكراتون داكشي كيكونوا سبيسيال بوحدهم، فيها كل شيء داكشي ديال التحوال، كراتين سكوتش اي حاجه بغيتو ديال التحوال. المهم هنا دابا رجعت للدار، وقبل ما نرجع للدار دزت واحد السطوره البنات سميتو سين مارت، كان عنده مديرين زعما كلوزين ستور غيسدو، وناقصين الاثمنه واحد الدرجه ما كتصوروش. هاد البيلاتس ماتي ديال البنات واعرين خطيرين، تواعر زوينين وستريتش، يعني كيتجبدوا. نورمالمون دايرين 13 دولار، خديتهم بجوج 89. وهاد التقاشر حتى هما نفس الشيء، فيهم خمسة وزوينين البنات، حتى هما 13 دولار، خديتهم بجوج 89. هاد البانطوفه حتى هي فنه زوينه. مهم ماشي بانطوف، يعني بحال تقيشره هذه صراحه، ماشي بانطوف، لانه لبستها انا مره وضرتني رجلي مع الوقفه وداكشي. هاد التقيشره حتى هما فني. اما هاد البسطه البنات يا سلام، خطير بزاف وكبير البنات، كيهز كاع لي كارت، هز لي كاع لي كارت عندي، لي كارت بونكير، الاي دي، كلشي هزو ليا. عاد البلاصه ديال الصرف يعني صراحه واعر واعر. وكاين هاد السريويل، هاد السروال صراحه مشيت بنت ناخذ الحوايج الساعه ما لقيتش الحوايج السايز ديالي، داكشي كلشي طار، حيت انا ما كنتش ما فراسيش، انا عاده زعما تما بان ليا، وقلت والو نوقف نشوف اشنو كاين فين اشنو كاين فيه. المهم هاد السروال هذا فن البنات، حتى هو كيتستريتش، حتى هو كيتيرا واعر. هذا خديته يمكن بشي 2 دولار وشي حاجه بحال هكا. لقيتها هذاك ما لقيتو بلا كرتونه ديالو، كرتون لقيت واحده اخرى مليوحه بجهه اخرى، هزيتها باش نعرفو الثمن. وهاد السويك البنات فن حتى هو، هاد السويك هذا البنات بقى ليا غير ب10 دولار، يعني ثمن مخير، والكريتو ديالو غزاله البنات، زوين زوين بزاف، عجبني صراحه. نورمالمون واقيلا داير شي 30 دولار ولا اكثر، يمكن ما عقلتش الصراحه، راه غنوريكم واقيلا التيكيته دابا تشوفوا الثمن. يعني صراحه ثمن مخير، ياه 30 دولار يعني ثمن مخير، خديتو انا ب10 دولار ولا ما كاملاش يمكن حتى 10 دولار، المهم ثمن مخير. المهم هادشي البنات اللي خديت من ستيمار، هادشي اللي لقيت صراحه. وهذا هو، انا كنت باغا هذاك الصغيور صراحه ما لقيتوش، لقيت هذا الكبير خديتو غنديباني بيه بما مشيت جبت الصغيور مره اخرى. وهاد الكريتنات البنات نصيحه، ما تشريوش هذاك سميتو، ما تشريوش سايز لارج، شريو سايز ميديوم. ميديوم علاش؟ لانه الا شريتي اللارج غتبقى تعمري فيها تعمري فيها تعمري فيها، غتبقى ثقيله بزاف بالنسبه للشخص اللي غيهزها. سو ميديوم كتجي مزيانه، سايز مزيان، وسمول بالنسبه اللي عندكم شي حاجه صغيره. انا كانوا عندي شي كراتن ديال لابوست، هما اللي خدمت بيهم شويه. المهم البنات صافي، هنا كيف قلت لكم وريتكم، راني غنبدا بداك البلاكار هو الاولاني اللي فيه هذوك الطبيس، الكيسان ديال القهوه، الترموس. المهم هذاك هو اللي حدايا بديت به هو الاول.
وغنبدا حتى سميتو غنجمع هذوك ال تلفت في الهضره هذوك الفخار اللي عندي، يعني ما عنديش صراحه بزاف ديال المغرب، وواحد السوبيره ديال الحريره ولا لا سوب كنت جبتها من المغرب بالزليف ديالها بالتباصل ديالها هي باش غنبدا. المهم احسن حاجه الناس باش ما يتهرسوش لكم الماعن هما بعدا تغلفوهم مزيان، غلفوهم مزيان يعني بالبيبر او لا بالبابلو رابس، هاد البيبر اللي شريت انا، او لا بالجورنال، او لا بالحوايج الا عندكم الحوايج بغيتو تخدموهم تما، يعني باي حاجه عندك ماشي بالضروره تمشي تشري هادو. وسميتو واهم حاجه ملي تكوني كتستيو في الكرتونه حاولي ما تخليش الفراغ، يعني يكون داكشي ملاصق شي لاصق على شي باش ملي تهز الكرتونه اولا تحرك ما يبداوش تسمع داك التقرقيب اولا التحرك ديال الماعن، هذيك التحرك والتقرقيب ديال الماعن هي اللي كتخلي لك الماعن تهرسو. لا حاولي تزيريهم مزيان، ماشي تزيريهم تتهرسيهم، مي حاولي تزيريهم مزيان. المهم انا كنحاول، انا مخي ما عرفت فين كان، كنحاول نخشي زليف كبار في السبيره ما عليناش. صافي كيف قلت لكم، المهم كنحاول هنا كنجمع وعاوتاني جرب تواصل. المهم كيف قلت لكم صافي كتجمعي مزيان داكشي، كنحاول ندير حتى السكوتش باش ما يبقاوش يتحلوا شي حوايج صافي. وهكا مع هادشي اللي كاين، يعني كنجمع مزيان وداكشي كنزيرو مع بعضياتو باش ما يبقاش يتحركوا ليا. هادشي اللي كاين البنات، المهم خليكم مع الفيديو. المهم البنات حاولوا هادوك لي بياس صغيورين، دوك الطبيصلات صغيورين ولا المعلقات صغيورين ولا اي حاجه عندكم صغيورين، داكشي اللي كيكون صغيور عندك في الماعن حاولوا تجمعوهم مع بعضياتهم، مثلا ديروا بيناتهم الجورنال او لا زيوفه او لا الحوايج او لا البابروبس او لا اللي عندكم، وتشدوهم بالسكوتش مزيان وحاولوا تخشيهم. مثلا بحال دابا انا هادوك بحال هادوك المعالق اللي جمعت غنشدهم غنخشيهم في هذيك ديال لاسوب لداخل هما ودوك جوج الكيسان، وحاولت ما امكن انهم يكونوا مزيرين مزيان باش ما يبقاوش يتحركوا ليا، حيت الا تحركوا ليا غتهرس ليا اما لاسوب ديال لاسوب حيت ما مديراش فيها البابورات من الداخل، او لا غتهرس ليا دوك المعلقات. سو انا هي ما درتش فيها البابلو راب، ولكن هما حاولت نغطيهم مزيان بالبابلو راب وسديت عليهم مزيان، يعني خديتهم ما خليتش لهم سباس فين يتحركوا بالمره، وعاد شديت الغطايه تاهي حطيتها فوق منهم ودرتها غلفتها مزيان تاهي وسديتها بالسكوتش باش ما تهرش ليا مع التحرك. وكيف قلت لكم في الكرتونه البنات حاولوا كل شيء تحطوهم قراب لبعضياتهم ومزاحمين مع بعضياتهم، وضروري في الكرتونه حطوا لتحت عاوتاني واحد الطرف ديال البابلو راب او الحوايج او اللي عندكم. المهم انا كيف انا كنوريكم كيفاش درت لهم، انا باقي يلاه بديت كنحط يلاه حطيت الزليف والطبيصلات وهذيك ديال لاسوب، حاولت نحطهم بالنسبه للاسوب ديال لاسوب ما حطيتش تحت منها هذيك البابلو راب، ولكن بالنسبه للطبسيل طباصل والزليف حطيت تحت منهم لانهم هما ما مغلفينش بحال ديال لاسوب. صافي هنا غندير هاد الزليف هادو ديال الفخار غنحط عاوتاني وحده فوق وحده غنجمعهم، الطواجنات ها هما نفس الشيء، الطبيصلات هما نفس الشيء. المهم كلشي البنات حاولوا ما تخليوش داك لاسباس ديال انه تقاس لكم حاجه مع حاجه، حيت الا خليتي داك تقاس لكم حاجه مع حاجه تقدر ما تهرش ولكن تقدر تفرم لكم، حنا ما عندنا نديرو معن مفرومين. المهم راكم عارفين المعن ملي كيتفرموا كيبقاو كيوليو لا علاقه صراحه ما كيبقاوش زوينين. والغطايات ديال الطويجنات الصغيورين حتى هما حاولت نجمعهم مزيان ونغطيهم باش ما يتهرسوش ليا، لانه الطاجين صراحه شي حاجه مهمه صراحه في الماعن، ما تهرست لي الحمد لله حتى شي حاجه، كل شيء وصل مخير. يعني داك الجميع صراحه هو كل شيء، انا كنت خايفه صراحه بزاف على الماعن اللي جايبه من المغرب، اما داك الشيء اللي كاين هنا ما عنديش مشكل، يعني لا تهرس كاين منين تعاودي تشريه. داك الشيء ديال المغرب اللي كيبقى صعيب تلقايه ولا شي حاجه. صافي البنات المهم هنايا حاولت ما كملتش صراحه الجميع اليوم لانه ماكم عارفين بشويه بشويه. هنا البنات هاد الكنافه غزاله يا البنات، من تريد الجوز خطيره، كتشريها واجده كتشدي ديرها في الفران وكطيبيها. صراحه فيها هي فيها الانستراكشن، فيها كل شيء، عاطينك حتى داك السيرو ديالها، عاطينك البيستاش، عاطينك كل شيء، يعني ساهله بزاف وكتجي بنينه يا البنات. ها هي خصك اون فوا طيبيها
تاكلها لان فيها تشيز من الداخل ما فيهاش داك الكريمه، ولكن خطيره بزاف. غنوريكم الانستراكشن دابا. ها هي هاد الانستراكشن هنايا كيوريكم شحال المده، راه 425 فارنهايت وقيلا 20 مينيت يعني 20 دقيقه. صافي البنات ها هي خرجات، بقى سخونه، اكيد خصها تكون سخونه وتتكبوا عليها السيلو اللي كيكون ديجا بارد، كيكون كتكون هي اصلا في الفريزر. صافي وكديروا عليها هذاك البيستاش وتاكلوها بالصحه والراحه. وزوقت انا بشويه ديال الورد، كيعجبني الورد حتى هو، زوقته بها الورد البنات. ممكن تلقاوه في امازون، ممكن تلقاوه عند ستور ديال شينوا، ممكن تلقاوه في انترناشونال ماركت كاين تما. انا هذا كنت شريته من امازون في الاول، ما لقيتوش في السطورات، من بعد لقيت في انترناشونال ماركت. صافي البنات، نتمنى يعجبكم الفيديو ديالي ونتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم. المهم هذا هو الشكل ديال النهائي ديال الكنافه، كتجي غزاله البنات. نتمنى تجربوها، تشريوها من ترايدر جوز، خطيره يا البنات.